قال المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر إن المؤسسة تسعى إلى تقديم برامج خليجية مستنيرة تواكب روح العصر وتستند إلى القيم التراثية والإسلامية والعربية والخليجية انطلاقا من رؤيتها وخطتها الخمسية 2021-2026. وأضاف السيد عمر أن المؤسسة بدأت منذ 5 أشهر في التركيز على عدة محاور تنطلق منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى تلك الرؤية، وأوضح أن أول محاورها هو توثيق الإرث التراثي المعرفي للبرامج والأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام وثائقية وبرامج إذاعية وتلفزيونية وبرامج للأطفال وغيرها أنتجتها خلال السنوات الأربعين السابقة للحفاظ على الحقوق الملكية والفكرية للمؤسسة. وذكر أن المحور الثاني هو تحديث البرامج والأعمال الفنية التي أنتجتها المؤسسة من خلال إعادة المونتاج وفق تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية بما يواكب الساحة الخليجية، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية وأبراز قيم الدين الإسلامي وأحياء التراث الخليجي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن فريق التفاوض يركز في فيينا على رفع العقوبات، مؤكدا أن طهران لن تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.